بقيت المدرسة القرآنية تحتل مكانة مميزة في المجتمع الجزائري بالرغم من كل التغييرات التي عاشها المجتمع، فمن طبيعة المجتمع الجزائري عموما أن يرتاد الطفل منذ مراحل حياته الأولى إلى الكتاتيب أو المدارس القرآنية، حيث لا يخلو حي أو قرية من كتاب أو مدرسة قرآنية، وذلك لما لها من أهمية في تربية الطفل وتعليمه لتجعل منه إنسانا راشدا سويا متزنا، وذلك من خلال وظائف جمة تقوم بها على رأسها تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. وحفظ القرآن الكريم له مزايا كثيرة، بما أن هذا الكتاب هو منهج حياة، يعني بدونه لا شيء، وبالتالي لما ينشأ الطفل على حفظ كتاب الله وبعد تدرجه في السن على فهم هذا الكتاب وتدبره والعمل به، لابد أن نصل في النهاية إلى جيل قادر على تحمل المسؤولية بجميع جوانبها، لأن يكون فردا صالحا في مجتمعه الصغير اللي هو الحي، ثم القرية أو المدينة، ثم الوطن ككل، ثم الحياة. وبحي مسين بمدينة تميمون تتواجد المدرسة القرآنية التابعة لمسجد سيدي محمد، والتي تساهم في تربية النشأ على تنمية ملكة الحفظ عند الطفل وتنمية قدراته اللغوية وإثراء رصيده اللغوي، خاصة من اللغة العربية وآدابها. ندرس في هذه المدرسة القرآنية بمسين علوم القرآن والحديث والفقه والتجويد، إضافة إلى تدريس القرآن الكريم نعتمد على العقائد والنحو مثل الأجرومية والمتون الذي يدرسونها مثل الخريدة والابن عاشر والأوجالي والسلم سالك إلى غير ذلك من المتون. وتعتبر المدرسة القرآنية سيدي محمد بمسين نموذجا تربويا وأخلاقيا لتهذيب النفوس وتزكيتها بتطبيق تعاليم مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث حافظت على مكانتها ودورها في تخريج حفظة كتاب الله وترسيخ العقيدة الإسلامية والسنة النبوية الصحيحة في قلوب الناشئة. كيفية التدريس الذي نعتمد عليها هي التدريس باللوح والقلم والدوات الذي كان مشايخنا رضوان الله عليهم يستعملونها. ويعمل معلم القرآن على تبسيط وتسهيل عملية الحفظ للطلبة وتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة والتجويد والفصاحة اللغوية، كما يعمل على شرح وتفسير معاني سور وآيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وكيفية التدريس؟ أما في الفترة الصباحية يكتبون ألواح ونضبطها عند الأستاذ أو المعلم، أما في الفترة المسائية يحفظون ألواحهم، وهذه في أيام الأسبوع كلها إلا في الأربعاء. في الأربعاء يقرأ الطالب ما حصله في الأسبوع كاملا، وهكذا نتدرج مع الطالب، كلما حفظ حزب أو حزبين لابد عليه أن يكررها، وهكذا حتى يحفظ القرآن كاملا. الطالبان عباسي عبد الواحد ومساوي محمد الأمين كان لهما شرف حفظ كتاب الله كاملا بهذه المدرسة، والتي تربيا فيها على محبة كتاب الله وسنة النبي الكريم، ونهل من مشايخها العلوم الفقهية والشرعية. الدراسة فيها سنة 2015 في سورة الرحمن، بديت من سورة الرحمن، أنا في نقرأ في السنة الأولى ثانوية هواري بومدين تبع تميمون، ختمت القرآن سنة 2019، وهذا بفضل شيخنا القاسم الشرقي
ضيف سعالي إن شاء الله. ويعود الفضل أيضا للوالدين الكريمين، ونتمنى أن نصل بالقرآن إلى الدرجة العلى ويرفعنا الله به في الدنيا والآخرة. لقد كان لي 6 بنات وكلهن يحملن كتاب الله، ولي 3 أبناء كذلك كلهم يحفظون كتاب الله، وهذا من فضل الله، وهذا أيضا تشجيعي لهم من بداية سنهم، في أصغر سنهم منذ 4، كل واحد منهم عندما يدخل السنة الرابعة أبدأ له اللوح وأكتب له بهذا القرآن، القرآن الكريم بالصيغة القديمة كما ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، وهي الحفظ باللوح والقلم والدوات. بدأت قراءة القرآن وعمري 6 سنوات، والحمد لله كانت مسيرتي في القرآن جيدة، ختمت القرآن سنة 2020، وكان ذلك بفضل السيد الشيخ سيدي بالقاسم وتشجيع الوالدين بيحفظهما. وأنا أدرس في السنة الأولى ثانوي مدرسة سلك بومدين تابعة لتميمون، وإن شاء الله نزول في مجال القرآن الكريم ونرفع به إلى الدرجات العلى، ونتمنى التوفيق لباقي الطلبة لحفظ القرآن الكريم، لأنه يهدي إلى الدرجات العلى وإلى الجنة. وبما أن للمدارس القرآنية دور مهم في تنمية الملكات الفكرية والعقلية للتلاميذ وتهذيب وتأذيب للنفوس والعقول، سيساهم في إعدادهم للنجاح والتفوق في المدارس التربوية في مختلف المراحل التعليمية. تدريس القرآن فائدة كبيرة، وكذلك أنه التلميذ يكون ما يكونش عنده فراغ، مثلا أنه يكون في المدرسة التربوية، عندما يخرج من المدرسة التربوية ويأتي المنزل يكون عنده أنه يتوجه للمدرسة القرآنية، أنه بلا مكان آخر، يكون عنده أنه يكون عنده برنامج، يكون يعني ما يكونش عنده فراغ. وهذا لا يمنع كذلك التلميذ أنه يمشي للمركب الرياضي ويمارس الرياضة. كما هناك ملاحظة أخرى، أنه الدراسة في المدارس القرآنية يكون تحفيز ويعطيه مستوى، أنه حتى يعطيه مستوى أنه في المدرسة التربوية يكون ناجح. إن دور المدرسة القرآنية زيادة على كونها تقوم بتربية النشأ الصاعد تربية حسنة، تجعل منه إن شاء الله مواطنا صالحا مفيدا له ولعائلته ولوطنه ولأمته، وتعتبر حقلا خصبا للتعلم الأولي، تطبق بها طرق تدريس منهجية قائمة أصلا على التلقين والحفظ والتكرار في حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تغرس في